Hi, man. Hi. Can I borrow $5? What? Can I borrow $5? Why do you need it? I need to buy my lunch. No, man, I can't. Go away. Oh, my God. What? What? كثير منا بيستخدم هالكلمة إذا في معلومة ما عارفها باللغة الإنجليزية أو إذا في جملة ما فهمها بيعبر عنها ب what. طبعا هذا الاستخدام ما فيني أقول عنه خاطئ ولا فيني أقول عنه صح 100%. ليش؟ لأنه بتعتمد على الموقف وبتعتمد على الانتونيشن. طبعا إذا كانت عم تحكي مع رفيقك فيك تقول عادي، هذا الشيء ما كتير حلو إذا كنت عم تحكي مع دكتور مع مدير بالشغل. بهذا الفيديو رح نتخلص من استعمال what. في عنا عدة كلمات وعدة جمل فينا نستغني عن كلمة what. إذا حابين تعرفوا يا ريت تابعوا الفيديو. رح ناخد كتير كلمات بتعوض عن كلمة what وجمل وحتى idioms. خلينا نبلش بالكلمات. خلينا نتخيل واحد عم يقول للتاني did you hear what happened yesterday؟ وبيجابه هذا pardon. Pardon me. Pardon؟ يعني عفوا فيك تعيد ما سمعتك؟ طبعا هاي الكلمة بريطانية يعني تستخدم أكثر ببريطانيا pardon. Pardon me. بالمقدمة شفنا واحد عم يقول للتاني can I borrow $5؟ بس هذا فينا يقول له هذاك excuse me. Excuse me. Excuse me. طبعا عادي إذا فهمت بمعنى تاني إنه أنا ما بدي دينك. وفينا نقول كمان عوض كلمة what فينا نقول كلمة sorry. Sorry what؟ هلأ خلينا ناخد شوي عبارة تقيلة وفورمال ومستخدمة كمان ببريطانيا. خلينا تخيل واحد عبيله للتاني Did you hear the news؟ ومبيله لك I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. خلينا تخيل انه في شخصين قاعدين بباص وفي صوت عجقة عبيله الأول للتاني How is your father؟ بيرد عليه Excuse me, I didn't catch you. Could you please repeat? I'm sorry, could you repeat the question? طبعا هي طريقة كتير حلوة لنعبر انه ما سمعتك. او ببساطة فينا نقول I'm sorry, I don't understand you. Could you please repeat? I'm sorry, I don't understand. طبعا الكود كتير محترمة. فيكم تقولوا كان إذا عم تحكوا مع رفيقكم، وإذا عم تحكوا مع مديركم فيكم تقولوا could أو may. May you. هلأ خلينا ناخد مجموعة من العبارات اللي هي informal. خلينا ناخد أول عبارة هي What did you say? What did you say? What did you say? بدنا ندير بالنا هي وقتنا نستخدمها ما يكون مثلا ممكن يكون في نقاش حاد بيناتكم. إذا كان في نقاش حاد خلينا نتجنب هالعبارة، ممكن تساوي خناقة. لأنه العبارة الثانية هي informal فينا نقوله ببساطة ها؟ ها؟ اتش يو اتش. كمان فينا نقول والله قاعدين هيك وفي عبارة حكاها رفيقنا ما سمعته، ببساطة له What was that? خلينا نتخيل ماسكين وقاعدين عم نقرا كتاب وإذا حدا حكاني ما فهمت عليه فينا نقول ببساطة هم؟ هم؟ HMM. العبارة التالية هي كمستخدمة كمان بالأمريكان إنجليش I don't get it. هلأ منجي للإيديمز. شو يعني إيديمز؟ أنا عامل فيديو كامل عن الإيديمز فيكم تشوفوا بالوصف أو بالدائرة البيضاء. لح ناخد أربع إيديمز بمعنى I don't understand you. I'm sorry I don't understand. خلينا نبلش بأول إيديم اللي هو This all Greek to me. This time it's all Greek to me. This all Greek to me. بمعنى I don't understand you أو أنا ما عم بفهم. إيديم رقم 2 I think our wires are crossed. I think our wires are crossed. يعني مثل إنه أسلاكنا عم تتشابك. هذا المعنى الحرفي غلط، منترجمه بمعنى إنه أنا ما عم بفهمك، فيك تعيد. واحد عم بيقول للتاني Could you please open the window؟ تاني بيقول له that was as clear as mud. That was as clear as mud. يعني كلامك مفهم بالنسبة لي مثله مثل الطين. أكيد كمان الترجمة غلط بمعنى إنه أنا ما فهمت عليك، معلش تعيد. الإديم الأخير فينا نقول everything you said is just a word. سالت. نفس المعنى I don't understand. في ملاحظة صغيرة قبل ما أقلكم إياها، بتمنى تشتركوا بالقناة ولايك للفيديو. بدكم تنتبهوا ثلاث شغلات وقت عم تستخدموا هدول الكلمات لثقافة الشعب، يعني أنا وين عم بستخدمها، هل أنا بستخدمها ببريطانيا ولا أمريكا ولا حتى بتركيا. كل مجتمع له ثقافة معينة. الثقافة كيف نحن نحصل عليها؟ يا منقرأ يا من خلال مخالطتنا للعالم. ثاني شغل لازم ندير بالنا اللي هي intonation. intonation يعني نبرة الصوت. هل أنا عم بحكي بصوت عالي ولا بصوت واطي؟ أنا حزين ولا فرحان؟
يعني مثلا كلمة What did you say؟ مثلا قاعدة بنحكي أنا وياك قلت له إياها بهالطريقة What did you say؟ إيه أنا بعمل مشكلة هون إنه أنت شو قلت؟ يعني مثل بمعنى ترجعي للكلام. آخر شيء بدنا ندير بالنا اللي هي السياق أو المكان الاستخدام. هل أنا بستخدمها مع مديري، مع رفيقي، ولا بالشارع، مع الماركت؟ كله بيفرق، كله له استخداماته وكله له لغة معينة. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم ويلا سلام.